بعد دخولك عبر باب العمود باتجاه سوقين مركزيين هما سوق باب خانزيت وسوق الواد، تجد على يمينك وعلى يسارك عدة حوانيت، بالإضافة إلى ساحة صغيرة خلف هذه الحوانيت تسمى محلة باب العمود. هذه المحلة هي من الحوانيت أو السوق الصغرى التي كانت ترفد المدينة وزائر المدينة بالكثير من البضائع التي يحتاجها الإنسان والزائر والمقيم في هذه المدينة. المحلة هي سوق صغيرة فقط تمتد على يمين ويسار السائر في الزقاق أو في الشارع الموجود. عدد الحوانيت الموجودة في هذه المحلة هي 28 حانوتاً، لم يتبقى منها إلا حوالي 14 حانوتاً، حيث هدمت باقي الحوانيت بسبب الحريق الذي شب في فترة الانتداب البريطاني وأيضاً في فترة الوجود الأردني في المدينة المقدسة، لتصبح ساحة تحتوي على بقايا الكثير من الحوانيت الموجودة، بالإضافة إلى مسجد صغير متواضع من الفترة المملوكية يسمى مسجد عمرو بن العاص. في خلفية هذه المحلة توجد بقايا من سور المدينة المقدسة الذي يحتوي على جزئيتين. الجزئية الأولى هي بناء السور من الفترة الرومانية، حيث القناطر الضخمة جدا، بالإضافة إلى بقايا قوس النصر في الجزء الأسفل أو الأكثر انخفاضا في المكان، بينما يعلو لا نحو حوالي 12 مترا بارتفاع نحو السماء السور العثماني الذي بني عام 1536 والعام الآخر 1542 ميلادية. السوق أيضا يحتوي على تفرعات باتجاه الكثير من الأزقة والعقبات التي تواجه هذه المحلة، منها على سبيل المثال عقبة الشيخ لولو، وذلك لأنها تواكب وتجانب مسجد بني من الفترة المملوكية، هو مسجد الشيخ لؤلؤ، وواحد من القادة الذين رافقوا صلاح الدين الأيوبي في حملته نحو تحرير بيت المقدس وفلسطين من أيدي الصليبيين. جزء من البناء أيضا عمر في الفترة العثمانية المتأخرة وأيضا في فترة الانتداب البريطاني. احتوت المحلة أيضا على واحدة من أشهر المقاهي التي كانت مرتعا ومكانا ومقرا لكثير من المناضلين والكثير من الساسة والمثقفين، وهي قهوة زعترة التي ما زال ذكرها موجود حتى الآن.